ايه قصة الشكوى دي اللي ضد بتروجيت؟ والله هاني انا كنت يعني يأست من الموضوع تماما، لان اولا البدايه انا عايز يعني اقول ان انا كنت في بتروجيت سنه موسم 2013 2014 مع كابتن مختار، والسنه دي حققنا مركز رابع في الدوري لو تفتكر، لما كان الدوري مجموعتين وكنا عاملين نتائج هايله وقدمنا عروض كويسه جدا والنادي كان ماشي بشكل كويس. لكن بعد نهايه الموسم ما كانش في نصيب ان انا اكمل في بتروجيت، انا كنت مضيف في سموحه يعني في وقت وانا كان لسه فاضل في عقد 3 سنين، كان في حصل كده اتفاقات على فلوس معينه، وبعد كده بعد ما السنه مشيت والفلوس بدات تطلع والكلام ده لقيت في تغيير في القيمه الماليه، بس ما ينفعش اعمل مشكله او حاجه لان خلاص اوريدي انا في نادي خلاص، تمام. فاهمني يعني انا في نادي ولازم اكمل، والحمد لله الواحد كان بيجتهد وبيقاتل، لان انت في الاول وفي الاخر بتقدم صوره باسم فادي نجاح، اولا ما ينفعش تظهر بسوء ايوه وانت بتاكل عيش في النادي ده، فانت لازم تحلل كل قرش بتاخده، ما مظبوط. ينفعش طبعا تتكاسل او تتخاذل لان خلاص ده امر واقع زي ما بيقولوا، ولازم تجتهد عشان لو ربنا يعني رايد لك خير في مكان تاني ايوه يعني تقدر تروح. تمام. فاول حاجه يعني الحمد لله انا عملت الشكوى دي وكنت على امل كبير يعني ان اتحاد الكوره او لجنه شؤون اللاعبين هي تقدر يعني ترجع لي حقي بعد نهايه السنه، لان احنا في اخر السنه كان فاضل لنا قسط وخرج لنا نص قسط كمان من اخر قسطين باقيين لنا ونسبه 25%، وفي لعيبه كتير جدا ما طلعلهاش الفلوس دي تمام. حتى لما مشي برضه، انا اعتقد برضه لحد دلوقتي اعتقد ان برضه في ناس كتير يعني كبرت دماغها من كتر المماطله ومن كتر المط في المواضيع. فالحكايه ان برضه النادي لما بيمشي لاعب المفروض يا هاني في حاجه بتتكتب في العقود كده، برضه دي دباغه صياغه كده بتتكتب في العقود، ودي انا ما اعرفش قانونيتها ايه، لان دايما عايز اعمل هايلايت على نقطه مهمه جدا، ان اللعيب في مصر هو اضعف عنصر في مظبوط المنظومه الرياضيه في منظومه مظبوط. الكوره في مصر اللعيب المصري تحديدا، الاجنبي بيعرف ياخد حقه تحديدا، لا بسهوله. الاجنبي بياخد نعم حقه، بياخد مظبوط. حقه ثالث ومثلث، والانديه بتتراقب من اي لعيب اجنبي. ففي هايلايتس كده على بوينت بتتحط في كل عقد وانت بتمضي عليها مضطر، لان انت طبعا مش هتروح كل نادي تقول لهم لا انا مش تمام. همضي ايه عليها، هي؟ في ناس محترمه ما بتعملهاش، اللي هي بيقول اذا تم اختيار اللاعب خلال 15 يوم من نهايه اخر مباراه رسميه كده خلاص انت عقدك اتفسخ، النادي بقى مضيك 5 سنين، مضيك 20 سنه، مضيك مظبوط. مليون سنه، انت كده انت في الشارع، يعني مستقبلك مضيت بقى على وصولات امانه، مضيت على اقساط، انت عارف حياه معظم لعيبه الكوره بيبقى عندها التزامات، على فكرة يا بيبقى فادي، عنده اقساط، بيبقى على فكرة يا فادي، أنا معاك وبقول إنه المشكلة دي أو البند ده هو اللي بيخلي الأندية تتعاقد بالخمس ست سنين وبالأرقام الطائلة المبالغ فيها، وهي عارفة إنه تمام أنا ممكن أمشيه في أي لحظة. هيمشيه لو هيرميه الأندية خد بالك عارفة في اي وقت إنه في مع رقيب اعتراض عليها اللعيبه، هتحط مرتبات منطقية وهتختار عدد سنين منطقي، لأن هي عارفة إن لو اللعيب مشي خلالها مضطرة تدفع بالظبط كل ما تبقى من عقده. بالظبط. بص مظبوط. يا هاني انا هاخدك لحته بعيده عن كلامنا وهرجع تاني لاكمل الموضوع. اتفضل. انت في حلقه مهمه جدا انت عملتها مع السيد جمال علام رئيس اتحاد الكوره، لما قال لك محمد صلاح لما اتكلم معاه قال له ان هو لازم يعيد صياغه عقود اللاعبين مظبوط. وحقوقها، وان هو يعيد الهيكله بتاعه المنظومه دي، لان في ناس كتير اشتكت، في ناس كتير اشتكت وما عندوش مفر، هو كده كده مضطر يمضي العقد ايوه. لان هو ده اكل عيشه، فهو بيبقى يعني خلاص انت بتمضي وفرحان انت رايح نادي جديد، بس في نقطه انت مش واخد بالك منها في كل الانديه بتعملها، فانت بتتذبح بسكينه بارده وانت ماشي، انت بيبقى باقي لك سنتين ثلاثه في عقدك. انا بقول الكلام ده ليه؟ انا خلاص بره المنظومه حاليا، انا حاليا ما بلعبش كوره يعني الحمد لله خلاص انا بره، فانا بتكلم دلوقتي وبقول زمايلي كلهم بيعانوا من النقطه دي، فالنهارده بتديني 10 قروش وبعدها 20 قرش وبعدها 30 قرش، بتيجي بعد ال 10 قروش تقول لي مع السلامه باي باي انت في الشارع، ايوه. واشتكيني بقيه الفلوس اللي باقيه لك لو انت ليك حق خد. فالمهم ارجع تاني للموضوع، تمام. خلال 15 يوم من اخر مباراه رسميه لم يتم اختاري ان انا بره النادي، تمام هما كانوا ايه ما بين البنين فاهم، وانا ما تمام قلتش طبعا لحد وما كانش في تفاوض من سموحه مع النادي ان انا اروح، لان ايه كانت الامور واضحه ان انا همشي يعني فاهم، ما كانش في يعني توافق ما بيننا تمام وموضوع المشكله اللي كانت في العقد والكلام ده كله عشان ما اطولش عليك، فانا كنت ماضي في سموحه، فلما مشوني انا استنيت شويه لحد ما بعتوش الجواب انا رحت سموحه، تمام
فاهمني؟ بس بعد ما رحت سموحه شالوك من انا القايمة، بستنى فأنت بقى. رحت بقى على طول. بالظبط تمام. بالظبط بالظبط، يعني انا يعني باللائحه وبكل حاجه انا تمام. فري. فانا دلوقتي لما رحت قعدت فتره طويله انا بستنى وبنكلم بعض زمايلنا كلهم، كان وقتها عاشور التقي وسعيد كمال وكان في لعيبه كتير جدا معايا في الفتره دي. حتى لو تفتكر الفتره بتاعت محمد عبد السلام لما اتصاب، وبرده نادي بتروجيت عمل معاه كده حاجه، هو بقى يبقى يحكي لك عنها، هو لما تجيبه من داخل يحكي لك عنها تمام. نفس القصص دي. فالمهم لما مشيت انا فضلت مستني وقدمت شكوى سنه 2016 هنا. تمام، قدمت شكوى بقول يا جماعه بعد اذنكم انا ليا فلوس كذا 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 اللي هي وال موسمين 25 سنة. لا مش موسمين، ده انا كمان 25. كده انا يعني انا بشتكي بالاصول اللي هي اصلا اللي بتعجز اللعيب، يعني تمام. بالبند اللي مكتوب. يعني انت لو مفهوم. في محترف في اي بلد تانية هتاخد الثلاث سنين مفهوم او صح. الاربع سنين اللي انت ماضيهم. فانا اشتكيت بالبند اللي هم كاتبينه، اللي هو انا ما حدش اختارني في خلال تمام. 15 يوم من اخر مباراه رسميه، فانا يحق ليا 25% من من الموسم اللي مقدم بعده. الموسم اللي بعده، مظبوط. واذا لم التحق بنادي ده بند اللائحه تمام. بحصل على نسبه 50% من العقد، لان انا قعدت في البيت كده انت قطعت عيش. فاهمني؟ فانا دلوقتي انا لما انا عملت الشكوى في 10/5/2016 اترد عليا وانا في نادي الانتاج الحربي في 26/7/2017، قالوا لي انت ليك مبلغ 175000 جنيه. تمام هاني؟ سنة كام؟ 2017. تمام. حصل تم تعويم على المبلغ ده مرتين، يعني 150000 175000 جنيه حاليا فقدوا قيمتهم مرتين. مظبوط. تمام؟ ولحد النهارده في 8 سنين انا ما خدتش فلوسي. اولا نادي بتروجيت بعت لي ناس كتير تتصاعد معايا حوالي 4 مرات، منهم اداري مدير اداري عندهم. مره لما كابتن مؤمن سليمان مسك النادي كان كابتن حماده كان معاه مدير اداري كان حماده شغال انور. معاه برضو، كان حماده انور تواصل معايا وكانوا عايزيني ارجع النادي، ارجع نادي بتروجيت وبعد كده اتنازل عن الفلوس دي او يدخلوها في عقدي، او قلت له لا اخد فلوسي الاول حقي ان انا تعبت فيه وبعد كده امضي معاك زي ما انت عايز تمام. في الفتره اللي انا كنت فيها في امبي. فاهمني؟ فانا لحد النهارده هاني رحت اتحاد الكوره بيقول للجنه لك ايه اتحاد شؤون الكوره؟ اللاعبين. بتقول لك ايه؟ بص كله بيريحك، كله يقول لك حاضر الاسبوع اللي بعده، حاضر الاسبوع الجاي، طب والله اللجنه ما اجتمعتش، والله اللجنه الاسبوع الجاي، طب ورقتك كانت تحت هنحطها في النص، طب ورقتك في النص هنحطها فوق، طب في 10 مليون لعيب شكيل، طب في 60000 واحد، بص اصل هنجمع بتوع بتروجيت كلهم، اصل وبعدين بقى ايه، في ناس تخوفني من بعيد، ده بتروجيت اتلغى لها شكاوي كتير، ده اصل مش يعني انا عايز اعرف حاجه واحده بس. انا طبعا مش بشكك في نتائج حد ولا بعمل هايلايت على اسم تمام. ولا على حد خالص. انا الناس دي يعني زي ما بنقول كده جزمتها فوق دماغي كلها، الناس دي ما حدش يقدر يشكك في نزاهتها، لكن انا بطلب الحاجات دي يا جماعه في لائحه خلاص، يبقى لازم في سرعه في الاحكام، لازم يعني مثلا موضوع كهرباء، انت كهرباء انت شايف انه عمل مشكله، سواء بقى منتجت الفيديو ما عملت مونتاج للفيديو اللي عمله او اتاكدت او ما اتاكدتش تمام. او اي كيس ثانيه، رد بسرعه يا جماعه، رد بسرعه، خلي الناس تعرف انت صح او انت غلط في صح وقتها، صح عشان انا لما صح اكون غلطان يبقى اعرف ان انا اتحاسبت في وقتها، مش صح لما الناس خلاص كهربا لقيت 100 ماتش، ولا لما قبل كده امام عاشور لقيت 100 ماتش او ده توقف. انا ما اعرفش، خلي بالك تفاصيل، فاهم والله العظيم ما اعرف تفاصيل، انا فاهم بحكي على امثله الناس بشوفها مثلا على تويتر صح. والحاجات دي، بيقارنوا ما بين حالات وما فيش رد مقنع، يعني بيطلع مظبوط. حد طيب يرد وبيطلع حد يرد. فانا كابتن فادي دلوقتي انت، انا عايز ايوه اعرف انت عايز تعرف ايه مصير المستحقات اللي حكم لك بان هي ترجع لك. بالظبط كده. تمام. انا الناس قعدت معايا هاني 4 مرات، كل تمام. ما اقعد مع الناس يقولوا لي لا انت مالكش الفلوس دي، مش من حقك. طب يا جماعه انتوا في 7 8 سنين ما قدمتوش ليه ما يفيد ان انا ماليش الفلوس دي؟ وبعدين يا هاني الفلوس دي اللي حكموا لي بيها ماشي، انا قلت هي اقل من اللي انا طالبه بكثير، تمام ولكن قلت يا عم الحمد لله انا تمام راضي بيها. فاهمني؟ تمام قالوا لي ليك انت ليك جزء، وعشان انت لعبت عندنا فانت تتنازل عن نصه وتاخد نصه، يعني بعيد عن المبلغ ده كمان اللي انا مفهوم بقول عليه، مفهوم ومحدش عارف المستقبل ايه، ده انت ممكن تشتغل في النادي، صح. ده انت ممكن تمسك مدرب في النادي. انا قلت لهم يا جماعه انا مش عايز امسك مدرب في النادي، نادي ما اداليش حق وانا بلعب مش هيديني حق وانا مدرب، حاجه لوجيك يعني. فاهمني؟ طيب انا عموما دلوقتي يا جماعه احنا هنتابع القصه، واكيد هم سامعيننا بل وهنتواصل مع نادي بتروجيت، لكن هي رساله اكثر عموميه. انا بشكرك جدا كابتن فادي نجاح، واتمنى لما تيجي مصر تنورنا زي ما اتفقنا قبل كده. رساله اعم على مستوى لجنه شؤون اللاعبين، لانه اللاعبين المهدر حقهم، وتدخل اهم لاعب في تاريخ الكره المصريه محمد صلاح علشان النقطه دي، علشان اللعيبه حقهم يكون محفوظ.
لانه للاسف زي ما ذكر كابتن فادي نجاح، انا كمان بسمع انه في ناس بيتم برضه بالتليفونات، نادي يتصل، وكيل لاعبين يتصل، والوكيل اللاعبين الاقوى بيعرف ياخد حق لعيبته اكتر من غيره، وبالتالي الموضوع برضه مش مقنن باللي هو 1+1=2 فيما يخص حقوق الناس. وحقوق الناس دي لو اتاخرت يوما فانت مسؤول قدام ربنا عنها، فما بالك لو سنوات تصل الى 7 او ربما تزيد. طيب،